قد بس صباح الفل. يا صباح الفل. الطياره اللي جايه من تركيا وصلت بالسلامه؟ وصلت من نص ساعه وركبت واحد دلوقتي هيخرجوا. الله يكرمك ربنا يخليك. شكرينا يا باشا. تعالى من هنا استناهم. مش في ده كيداهم تعملي شبوره مع بتاع الجمرك؟ الراجل كده بيأدي واجبه وماله، بس لازم تخش عليهم الدخله دي عشان محدش يشك فيه. ده انت كده كأني على راس البطحه وبتقولي فتشني. يا اخويا بلا بطحه ولا تعويره، بس خلي بالك مراتك بتعمل ايه. وبص لي، خلي قلبك جامد زي الحديد. الف حمد لله على السلامه. الله يسلمك. الله يسلمك. مؤاخذه يا باشا، مؤاخذه. لا ده هياخد الشنط بس. يلا خش خش. الف حمد لله على السلامه. ماي باسبورت. هو اوكي. ثانك يو. العفو علي. ثانك يو. الف حمد لله على السلامه معلمين. الله يسلمك يا حليم. انبسطتوا في تركيا كده ان شاء الله؟ الحمد لله كله تمام على ما يرام. الحمد لله ان ربنا جابنا بسلامه. اللي اقول يا واد يا حليم. نعم هنا معلمه. اخبار الدنيا هنا ايه في مصر؟ كله على قصه معلمه. محضرين كافه شيء، الطرح والمصاحف والسجاديد والسبح كله تمام. ايش تواد؟ انا عايزه شغل على ميه بيضة. عسل يا معلمه، احنا بنهزر. يا ست الكل على فيلا الصحراوي على طول. طبعا يا مخفي الاسم والصوت والصوره. انت مال الروب فين؟ هنغير هدومنا ازاي عشان نخش على الحاره يا فاتك؟ اتفضلي يا حاج. يسلم يا حاج. اتفضلي. احبك كده وانت سهل. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. يلا يا حاج. يلا. وحشتنا معلم. الله يخليك يا هلا حليم. نورت مصر. امسك البلطو ده، عينك بتبقى مفتحه عليه زي الفنجان كده. ده اغلى بلطو على مستوى العالم كله. ايه اللي عينك تبقى مفتحه؟ ده انا بقالي اسبوعين مستنيين. واحنا كمان زيك. انا جاهز. يا لهوي يا بصيبتي يا خرابي، ايه اللي انت عامله ده يا ابو البنات؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ لا كيدان، الله احنا مش حجاج وراجعين من الحج. يا حبيبي راجعين من الحج؟ ده الكلام ده نلبسه في الصفا والمروه واحنا بنحج، مش واحنا رايحين الحاره. اطلع غير هدومك، يعني مش بهمش وما بيسرقش بهم وهم بيتحاسبوا. اطلع غير هدوم. انا مش هلبس ايه؟ انا حاطط لك الجلابيه البيض على السرير فوق يا حبيبي. يلا اطلع، مفهوم؟ طبعا. بقول لكم ايه يا شباب، خلي بالكم المعلم حنفي، احسن ده كده هيودينا في 60 داهيه.
من الحج بيرجعوا بنفس الزفه. لا يا بنت، ده المره دي الزفه مختلفه متطوره على الاخر. ضمك يا بنت داخله الحاره ولا كانها اليزابيث تيلر في فيلم كليوباترا، ولا ابوك المعلم حنفي جاي ينافش ريشه، ولا كانه يوليوس قيصر في زمانه. لازم كنت تشوفيهم. مين يا بنت انت وهي باترا وقيصر اللي انتوا عمالين تتكلموا عنهم دول؟ يخرب بيتك يا امينه، طفي السيجاره، امك وابوكي وصلوا من السفر. هما وصلوا؟ اهلا. يا ساتر يا رب. يا بنت انت واكله تاتوره يا بنت؟ بقول لك ابوكي وامك وصلوا، طفي السيجاره بدل ما يشوفوكي خلوا عيتك من عياله. اذا كان على ابوكي غلبان اكلفته باكله لحمه راس من المصريه، انما امك هي اللي قادره ومحدش يقدر عليها. يا اختي انا عارفه سجاير ايه اللي بتشربيها، مقتكي ومخلياكي عامله زي المسمومه وطول الليل. مش احسن ما ابقى غاويه اكل وعامله زي الفيل ابو زلومه زيك؟ فين فين ده فين؟ ما تبصي يا ماما على اوامي اهو، ولا غصن البال، ده انا خلاص ما بقتش عارفه امشي من كتر المعاكسات في الشارع. لو انت صادقه ده انت عايزه شارع عرضه 60 متر اتجاه واحد عشان تعرفي تمشي فيه براحتك. بنت انت زودتيها قوي، الفادي اظلم يا ماما. عارفه لو ما سكتيش احطك تحتها وهبططك. تحطي مين يا رايه؟ انتوا الجهات هتمسكوا في بعض قدامي، انتوا اتهبلتوا؟ صدقه لما ماما تيجي احكي لها اللي حصل ده. لا يا حبيبتي بلاش ماما عشان خاطري. سمى يا حبيبتي احنا اخواتك وما تدخليش حد ما بيننا. لا والله. اه والله. دلوقتي عاملين فيها زي القطط اللي شافكم من شهر فاتحين صوتكم قد كده زي الكلاكس ما يشوفكوش دلوقتي. اما الادب حلو صحيح. نتعصلي ماما جت الصغيره يا بنت. يا ابتسام. ماما جت. ماما جت. يا امينه يا اولاد. على مهلك على مهلك. حبيبتي منور بيكوا وبيا يا رب. انتي وحشيني قوي يا ماما، ان شاء الله ما نتحرم من بعضين. بس بقى كلميني عن الزفه الملوكي لامي حبيبتي داخله هزه الحاره بيها. شوف البنت بتتريق على امك. لا مش ملوكي ليه؟ هو انا قليله ولا ابوكوا قليل؟ وبعدين احنا كمان ما احنا ملوك، احنا ملوك الحته. ده كده بقى لازم نقول لك حمد لله على السلامه يا سمو الملكه. مبسوط؟ شايفه حنفي بنتك بتتريق على امها؟ لا يا ماما. امينه بتضحك معاك يا حاجه. قولي لي يا بسبوسه، كنت بتاخدي الدواء في ميعاده بقى ولا كنت بتنسيه عشان انا مش موجوده؟ لا يا حبيبتي كنت باخده في ميعاده طبعا، عمري ما نسيته. لا يا ماما، حتى لو كنت بتنسى انا كنت بفكرها. انت فاكره حاجه غير الاكل وكرشك؟ بس بحبك اعمل ايه؟ شوفي مين ابتسام على الباب. هو في شنطه تانية طالعه ولا ايه؟ لا يا اختي، تلاقي الحلنبوحه اخته روحيه هي اللي طالعه تطمن علينا. لا حول ولا قوه الا بالله، ما تضيعيش حسناتك يا حاجه. قومي يا بنت شوفي مين. حاضر يا بابا. اقعدي يا بنت. هو انت كده اول ما اجيب سيره المخفيه اختك تتقلب؟ انا ما اعرفش الولاد عامله لنا ايه، زي ما تكون بتسحر لنا. طيب استاذن انا بقى قبل ما المعركه تبدا. سلام عليكم. رايحه فين يا بنت التويه؟ مش هتسلموا على عمتكم؟ يا بابا هي اللي راجعه من الحج ولا انتوا؟ وبعدين يعني ما هي في وش ليل ونهار مش هتلحق توحشني. هي اللي راجعه. طيب قومي بقول لك. حاضر يا بابا. مش كلام فارغ. حاجة ما تنسيش انت لسه راجعة من الحج. اتفضلي يا عمتي. ازيك يا ابتسام؟ الف صلاة الف صلاة يا حبيبي يا حبيبي يا اخويا. الف حمد لله على السلامة يا اخويا. الله يسلمك يا روحية. حج مبرور وذنب مغفور. احنا جايين عشان نقول لك حمد لله على السلامة يا حج، وحمد لله على السلامة يا حاجة. الله يسلمك. حمد لله على السلامة يا خالي. الله يسلمك يا حنان. حج مبرور يا خالي. الله يخليك. اقعد يا روحية يا اخويا. ربنا يكرمك دايما يا رب. حمد لله على السلامة يا طنط. تعيش يا حبيبي الطنط. ايه يا حنان يا بنتي، عاملة ايه في الجامعة دلوقتي؟ كله تمام يا خالي، بس انا بقى عايزاك تدعي لي دعوة حلوة كده علشان اجيب تقدير السنة دي واتعين كده وابقى معيدة في الجامعة. طبعا ان شاء الله هتبقي احلى معيده فيكي يا مصر يا حنان يا بنت روحيه البرنس. يا اختي بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. راجع يا اخويا من الحج وشك منور. يا اختي هو وشه منور وانا ايه؟ مضلمه عليا غضب الله ولا ايه؟ هو ايه اللي مضلمه؟ جرالك ايه يا كيداهم؟ هو انت يعني رحت الحج ورجعتي ولسه حطاني في دماغك وزعقه؟ وانت مين يا اختي عشان احطك في دماغي؟
انا عندي حاجات كتيرة قوي مهمة اهم منك احطها في دماغي. ما تصلى على حضرة النبي مال. الف صلاة على الحبيب المصطفى. انا كنت جاي يا اخوي عشان ابارك لك بمناسبة رجوعك من الحج، وبالمناسبة يعني اشكرك على الشنطة الكبيرة اللي مليانة حاجات حلوة اللي جبتها لنا. اللهم الطبيلة فيما غرت به المقادير. الهي يا رب بنتحرم من دخلتك علينا يا اخويا. هتتحرمي يا اخويا بعد الشر. الا قولي الحج السنه دي سمعت كده انه كان صعب وزحمه قوي. الحمد لله يا اخويا انك رجعت سليم. بالنسبه لي انا وكيداهم ما كانش فيه زحمه. اه يا اخويا ربنا كرمك من واسع. اقوم انا بقى واسيبكم تروقوا مع مع السلامه يا اختي. مع الف ما بدري يا اخويا. ما انا هرجع تاني تكونوا فقتوا ورقتوا كده. قال على راي المثل يا بخت من زار وخفف. لا وانت بتحسي وبتفهمي في الاصول قوي. لا انت عارفه كويس قوي كده ومن انا بحس وبعرف في الاصول قوي وجاي عشان اعمل واجب. كتر خيرك يا اختي. فوتك بعافيه يا اخويا. ما بدري يا اختي بدري. سلام. خدي امك معاك يا حنان. خديها. جرأي جرأي كيداه في ايه دي مهما كان اختي برضه. مش كفايه انك معاده في قلب بيتي بلوشي. ما يصحش يا ماما ما يصحش بجد اللي انت عملتيه ده في عمتي خالص يا ماما. بصراحه احرجتيها اخر احراج. ايوه قولي لامك. هو انت كده ما تصدق ان يجي حد في صفك. جرأي الله احنا في حرب. هي اختك كده لازم اوريها الوش البلاستيك. حكم دي تخاف ما تغسشيش. وبعدين تعالى لي هنا. تعالى قول لي ايه موضوع الشنطه المستفه دي؟ جبتها امتى وازاي وفين؟ خدي بيدي يا بنتي. تعالى يا بابا ضهري تعبني وعايز الحق العشاء. سلامة ظهرك يا عائشة.